كيليان امبابي، جود بيلينغهام، فينيسيوس جونيور، هل ممكن نشوف سيناريو اشبه بسيناريو باريس سان جيرمان على اوضه لبس الريال؟ يعني فكره النجوم السوبر ستار اللي بيتحط في اوضه لبس واحده في اوقات كتير جدا بتبقى عامل سلبي على الفريق، خصوصا انك بتتكلم على واحد من اكبر فرق العالم، نيمار، دي ماريا، ميسي، امبابي، في وقت كتير جدا كانت اوضه لبس باريس سان جيرمان مصدر ثري جدا لوسائل الاعلام بمشاكلها، بخناقاتها، بتصريحاتها، بمين هيشوط ركله الجزاء، بمين طلع من الملعب غضبان، بمين اتخانق مع المدير الفني، مين قال مش هي... يعني هل القصه دي ممكن تتكرر في ريال او تبقى عبء على اداره انشيلوتي اوضه اللبس؟ اعتقد صعب طبعا، لان دايما اوضه اللبس المتحكم فيها هو المدير الفني، واعتقد ان انشيلوتي عنده من الخبرات الكبيره جدا اللي هو بيعرف يتعامل مع اللاعبين الكبار، وده حصل معاه قبل كده في ميلان وكان معاه نجوم كبيره جدا طبعا، وفاكرين سيدورف وتشيفتشينكو وكاكا ولاعيبه كتيره جدا اعتقد مرت على انشيلوتي حتى في باريس سان جيرمان وتشيلسي، هو مر بتجارب كبيره جدا، فاعتقد هو قادر دائما على الحفاظ على هدوء في اوضه اللبس، وده باين جدا في احتفالات دايما الاهداف اللي بيجيبها ريال مدريد، هنشوف حتى بلينجهام وفينيسيوس احتفالاتهم مع بعض والاجواء الاحتفاليه الكبيره جدا. لسه لما يدخل برضه بالظبط يعني النفسيه هتبقى قفلوا الباب اول ما نزل الصوره كل نجوم ريال يعني مدريد الكبار دخلوا هنوا على الحساب الشخصي بتاعه. طبعا امبابي عايز الملعب غير برضه كابتن بلال انت فاهم تقلقش ما تقلقش عاملين حسابنا السوشيال ميديا هتجنن الناس. امبابي موضوع مختلف علم يعني عكس نيمار وعكس ميسي او في لما راحوا باريس سان جيرمان، امبابي راح للنادي اللي هو بيحلم بيه من الطفوله، ده مختلف تماما، فده قصه مختلفه، نادي بيحبه، نادي كل تفكير امبابي هو في باريس سان جيرمان ان هو يلعب في ريال مدريد، فده موضوع مختلف، حلم بيتحقق، الافكار كلها بتختلف تماما، لكن انا اقول ان حان الوقت لعوده بلينجهام لمركزه الاساسي، احنا كنا دايما في الموسم ده مش عارفين كارلو انشيلوتي بيلعبوا فين اصلا، لكن هو خلاص مبابي هيكون موجود كمهاجم. ما كانش موجود بلينجهام في دوري الابطال، ما كانش موجود في اخر يعني فينيسيوس هو اللي يمكن كان ظاهر قوي في بس كان ليه يعني كان ليه لحظات مؤثره طبعا، هو جه من تقريبا من وقت مباراه السيتي. لا خليني اقول لك انه بلينجهام ما جابش بلينجهام اللي في دوري الابطال في اول الموسم بس مع ريال، كان موجود مع ريال في عامل انطلاقه ولا اللي كان موجود حتى مع بروسيا دورتموند في البونز ليجا. مظبوط يعني انا فاهم قصدك، ولكن برضو على يعني لما تيجي تتابع مسيره بلينجهام مع ريال هو الافضل على مستوى الليجا، تم اختياره التصويب ان هو الافضل، هو المرشح الاوفر حظا بالمناسبه للتتويج بالكره الذهبيه كافضل لاعب العالم. هو فينيسيوس يعني ما ده لسه بعد نتيجه اليورو ونتيجه الكوبا، على حسب مين فيهم هيوفق اكتر او هيظهر بمستوى اكبر في اليورو وفي الكوبا، اعتقد الكره الذهبيه مش هتخرج عن واحد بس من انت لو تختار منهم واحد ديال مين؟ هختار واحد منهم، هختار فينيسيوس احمد. فينيسيوس برضه ليه؟ ليه فينيسيوس؟ عشان فينيسيوس يستحق من اكتر من موسم، فده من نوع من انواع العدل. بلينجهام قدم موسم استثنائي فعلا مع ريال مدريد، قدم موسم ماضي مع دورتموند برضه كان كبير جدا ووصله ان هو يبقى في ريال مدريد، لكن فينيسيوس بقاله اكتر من موسم بيقدم اداء كبير جدا مع ريال مدريد، كان يستحق حتى الموسم اللي فات ان هو ممكن يترشح للكره الذهبيه لكن ما ترشحش وهو كان زعلان جدا، لكن الموسم ده هو برضه بيقود الريال للموسم الثاني ان هو بيحقق دوري ابطال اوروبا وبيحقق الليجا، لا فهو فينيسيوس يستحق ان هو ياخد الكره الذهبيه عن جداره، حتى لو ما وصلش او ما خدش البرازيل في كوبا امريكا ياخدوا البطوله، انا بشوف ان هو يستحقها عن جداره. الموسم ده